مرحبا جميعا بقناة ميديكال سكرايب للشروحات الطبية. أنا كرار حيدر، طالب بكلية الطب جامعة بغداد. بالفيديو الفات شرحنا العظام الموجودة بالمنطقة الثانية والثالثة بالأكزل سكيليتال سيستم، واللي هم كانوا الأوديتوري أسيكلز يعني العظيمات السمعية، والهايويد بون أو العظم اللامي، وفهمنا أغلب التفاصيل الرئيسية والمهمة الخاصة بهم. بينما اليوم حيكون حكينا عن عظام المنطقة الرابعة واللي هي الفيرتبرال كولوم أو اللي يسموه السباين، واللي هو العمود الفقري. العمود الفقري هو فد عمود مرن صاير بالميدلاين مال الباك، يعني صاير بالخط الوسطي مال الظهر. هذا العمود بالإنسان البالغ حيتكون من 24 فقرة، زائدا عندنا السيكرم اللي هو العجز والكوكسيكس اللي هو الأصعص. فمجموع العظام هن 26 عظمة، وهذا الحكي كله بالإنسان البالغ. أما عند الولادة فغالبية الأطفال يكون عندهم 33 عظمة منفصلة. وخلال عملية النمو الطبيعي للطفل عدة فقرات حتندمج سوا، وتبقانا مثل ما قلنا 24 فقرة منفصلة عن بعض، والبقية حيندمجون. هذا اللي يصير بأغلب الأطفال. فهسه إذا نجي نريد نعرف شلون هالي 33 عظمة صارت 26 عظمة كتوتل، نجي نحسب. أول شيء عندنا 24 فقرة منفصلة عن بعض، هاي خلصانين منها. وراها عندنا السيكرام واللي هو عبارة عن 5 فقرات من دمجة سوى، وعندنا همين الكوكسيكس واللي هو عبارة عن 4 فقرات من دمجة سوى. فإذا اعتبرنا السيكرام والكوكسيكس كل واحدة منهم كفقرة واحدة، حيصير عندنا 24 فقرة منفصلة، والسيكرام والكوكسيكس فيصيرون 26 فقرة. خوش كلام. هسه لازم نعرف انه هذا الفيرتبرال كولوم يمتد من السكال بيس يعني من قاعدة الجمجمة لحد البيلبس يعني لحد الحوض، وعندنا داخل هذا العمود الفقري يمر السباينال كورد او الحبل الشوكي، بحيث يدخل من الفورامين ماجنم مال السكال ويمر خلال الفيرتبرال كانال واللي هي القناة الموجودة بالعمود الفقري المخصصة لمرور الحبل الشوكي. زين، الشغلة اللخ اللي مهم أنه نعرفها فهي هاي الـ 24 فقرة المنفصلة لها تسميات معينة يسموها وفق المناطق الجسمية اللي موجودة بيها، إلى السيرفيكال فيرتبري يعني الفقرات العنقية، الثوراسيك فيرتبري يعني الفقرات الصدرية، واللمبر فيرتبري يعني الفقرات القطنية. نجي أول شيء على السيرفيكال فيرتبري اللي هي الفقرات العنقية. هاي الفقرات هن 7 عظمات تبدي بالـ C1 الـ C2 الـ C3 لحد الـ C7، وذني 7 عظمات أو 7 فقرات حنلقاها بالرأس والرقبة، وحتعتبر حلقة الربط ما بين الفيرتبرال كولوم والكرانيوم، يعني هي جنكشن ما بين العمود الفقري والجمجمة أو القحف. أما الثوراسيك فيرتبراي واللي هي الفقرات الصدرية فهن 12 عظمة، همين تبدي بالـ T1 الـ T2 الـ T3 لحد الـ T12، ونلقى ذني الـ 12 عظمة أو الـ 12 فقرة بالأبر باك يعني بالجزء العلوي مال الظهر. بينما اللمبر فيرتبراي واللي هي الفقرات القطنية فهن 5 فقرات، حتبدي بالـ L1 L2 L3 تنتهي بالـ L5، وذني الخمس عظمات حتكون موجودة باللور باك يعني موجودة بالجزء السفلي مال الظهر. فهاي هي شلون نقسم وشلون نسمي الفقرات بالعمود الفقري. آخر شيء عندنا بهذا الفيديو هو أنه نعرف الوظائف الأساسية للعمود الفقري واللي هن: أول وظيفة للعمود الفقري هو أنه حيحمي السباينال كورد أو حيحمي الحبل الشوكي، بينما ثاني وظيفة هي أنه حيسند الرأس وحيساعد بدعم وإسناد وزن الجسم أثناء ما الشخص قاعد. وآخر وظيفة للفيرتبرال كولوم هو أنه حيوفر attachment points يعني حيوفر نقاط ارتباط للأضلاع وعضلات الظهر والرقبة ولهواية أربطة موجودة بالظهر. فهاي هي كانت أهم المعلومات، وكان هذا الحكي فد شرح خفيف ومختصر مفيد عن الفيرتبرال كولوم أو العمود الفقري، واللي تعتبر عظامة هي عظام المنطقة الرابعة بالأكزيال سكيليتال سيستم. وها هي، شوفكم بالفيديو الجاي ومع السلامة.